درهم ما معلم ما والو تعلم اش 800 درهم شنو هما القوانين الناس عطينا انا سيمانه من الربيع عشاق راه محمد علي لا ما يتعلم يهضر غير مع العيال اللي شفتهم شنو ما بغيتش تقدروا بزاف واحد يخدم واحد بردو تبارك الله ما شاء الله. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. حنا بقلب سوق الملاح يعني مع السي حسن الرامي كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر دائما تعودنا انه دائما بلسان الحقيقة انه تتكلم بلسان الحقيقة فيما يخص الدواجن بصفة عامة يعني اللحم الابيض اللي تنقول كما تنقولوا الناس تيفضلوه في هذا الصاد هذا وتكون عليه الاقبال والاستهلاك بشكل كبير لانه كما تنقولوا من الشيوات اللي تفضلها المغاربه بصفه عامه في الاطباق المغربيه وفي المطبخ المغربي بصفه عامه متتبعينا تتقدوا به الشيوه بطبيعه الحال لانه خفيف في الهضم وسهل يعني في الاكل كما هو معلوم. فاليوم الدجاج ما شاء الله باقي مستقر كاين استقرار هذا هو اللي مهم واهم انه كاين استقرار في الثمن 25 26 درهم للكيلو هذا الشيء اللي هو المهم يعني ما كاينش زياده ماشي بحال اللحم يعني كل مره تزاد 10 درهم تنقص 10 درهم ولا تزاد 20 درهم بشكل كبير ماشي كذلك بحال السردين مره 15 درهم مره 20 درهم هذا الشيء اللي تيخلي انه حتى المواطن يعني حتى الا كان ضرب الحساب ودير يعني دار بدويل الزمان يعني تشوف كل مره انه السوق تطلع والسوق تهبط هذا الشيء اللي تيحير المغاربه بصفه عامه. اذا نخليو السي حسن يقربنا شي شويه راه عارفين شنو هما المشاكل ولكن لربما عسى انه يعني الصوت ديال المغاربه وديال الناس هذه البيع والشراء يوصل للمسؤولين باش تكون استراتيجيه. حنا تنتحدثوا على استراتيجيه خاصها تكون مشاريع طويله المدى باش اننا نحافظوا على تزويد الاسواق بالمواد الاستهلاكيه بصفه عامه. سي حسن صباح الخير. صباح النور ازيك ديالي نهار كبير اخويا سعيد الله يبارك فيك بارك الله فيك. الله يطول عمرك. الله يزيدك. مشات البركه واحد مشات البركه. ورطات البركه مع مواليها. ما شاء الله. البركه مشات مع مواليها وذاك الخير مشى مع مواليها. فعلا. دوك الناس اللي مشاو راه مشات معاهم ذاك الشيء راه ما بقى ما يتلبق. ما شاء الله. كيف عليك حنا دابا ولينا كان بحال هكا يلعبوا صافي راه ما بقى ما تلبق والو. كانت البركه مع كل الناس وكان الرخاء معاهم وكان كل شيء معاهم. والخيولات كانت موجوده وكل شيء كان موجود. الجفاف في الثمانينات داز حتى راه اكثر من هكا. الجفاف في الثمانينات داز اكثر من هكا وهذا هو المشكل كتشوف. الثمانينات داز واحد السنين ديال الجفاف الله يجعل السلامه واحد السنين ولا سبع سنين بحال هكا. وكان الخيولات وكان كل شيء موجود، الخضره موجوده وكل شيء موجود. الدجاج موجود كل شيء موجود دابا كنشوف هذه الوقت هذه والحمد لله هذا الشيء نقولوا هو تبدلت بزاف واحد السرعه مفرطه الله يجعل السلام والوقت غلات في كل شيء ماشي في الدجاج ولا في هذه ولا في اي حاجه كيخرج لنا صديق البركه بجبور ما بقي كافيه بوالو واش كيشتري اش كيصور واحد بعدا باش يخرج قلت الساعه قلت في 80 داز نفس المرحله هو داز اكثر كاع هذا اللي كان استقرار وكان في الاثمنه وكان الخيولات موجودين سبحان الله العظيم وكان اثمنه ما كان لا زياده لا والو كان داكشي غادي طبيعي وكان البركه غاديه وكل شيء غادي وانت كتشوف تقريبا كان ديك الساعه ديال الدجاج وا ديك الساعه شنو نقول لك راه كان ديك الساعه راه كان ديك الساعه راه كيطلع يد 10 دراهم 11 درهم 9 دراهم وما كيفوتش هاد المسائل ديال الثمنه هادي حتى 12 درهم 13 درهم الا كثر ولكن دابا تبدلات الوقت ماشي نقولوا بحال دروك هذيك الساعه انما بحال دروك خص الدجاج ما خصوش يفوت واحد 16 درهم 17 حتى 18 في العادي دابا الايام العادي خصك يكون ما خصوش يفوت واحد 16 درهم 17 درهم 18 ولكن امكانيات ودابا يكون هاد الحكومه تتعامل مع هاد الناس هادو غادي يكون خير يكون هي الفلوس رخيص والسكاليم رخيص راه غادي يطلعوا الدجاج رخيص انا دابا شي كيدخل معنا برا هاد المواد لا الفلوس البوستان ديالها 9 درهم 9 درهم و70 فرنك
هاد البارح واليوم البستان ديال التربيه لا ما كاينش 13 درهم 13 درهم كاين داك الكرواز داك الاحمر ما كنهضر معايا على الدجاج ديال الرومي ديال سمو ديال الكوفوار وديال المسايد ديال 9 درهم 9 درهم و70 جمله هادشي باش كاين موالي وكاين اللي كيدخلوا العام مزيد دايرين البون العام كله وراه كيدخلوا ب 3 درهم 4 درهم وكان خدام مع رسمي مع موالي الفلت حيت كاين شركه وحده اللي دات بزاف جوج شركات ولا ثلاثه كاين بزاف مستمر معاهم مستمر معاهم كدير معاهم كونترا العام كله كدير معاه 3 درهم كاينين دابا اللي كيدخلوا فلوس ب 3 درهم ماشي ما كاينش وكيحسبوا لك هو دابا كيبيع كيشدوا كاع الا بغاش يدخلوا كيبيعوا الا بغاش يدخلوا الكوري ديالو كيبيعوا كيشدوا ب 3 درهم كيدوزوا ب 9 درهم 9 درهم و70 انا فين قلت لك راه كاين حتى في سمو الستاره ديال القطاع ديال الدجاج كاين بعض الناس دابا سيطروا على الميزان كي قلت كي كنا سبقنا وذكرنا يعني هذا المال الشكر اللي راه هذا هو المشكل دخل المال ديالهم داخل كذا سيطر على كلشي سيطر على السيكاليم كيدخل السيكاليم سيطر على الفلوس سيطر على كلشي نعم كاع البيع والشراء وسيطروا على كاع المواد فاش مشاو للميدان الدجاج راه سيطر عليه ما شاء الله هادشي باش تاو المعلم الشكر مزيد الوقت وكان في السوق كاع بجوج ما شاء الله لان كون باقي دوك الناس اللي كانوا معاونين السوق دوك الناس اللي كانوا كيديروا ديك 2000 3000 4000 ديال الفلوس هذوك راه كانوا معاونين السوق مزيان كان العام زي كي وهذاك راه كرا العصا راه هما اللي داروا ذاك القاب تا كرا العصا ويمشي في حالته حيت كيعاون شي شويه وكان معاون 50% ولا 40% وملي مشى في حالته راه ما بقى من اللي يعاون بقاو يعني الناس بقاو ديك الكروسيس راه قد عارفين بيناتهم يعني هما كيلعبوا بالسوق كيبغاو هادشي اللي كاين وهادشي اللي كنت يكون سبب في الثمن وهادشي اللي كون دابا اللي كون قلت لك كون كان الفلوس رخيص وكان لي شي تقنين ديالو ودار لي ثمن نفس الثمن وعرفوا شحال بغي يخرجوا كذا راه غادي يكون خير ودخل السي كان من العلف مع لابرا داكشي اللي بغي يكفي راه غادي يكون ثمن مناسب في الدجاج ولكن اللي دابا اللي قلنا الشيء راه ما كاينش هادشي راه غادي في الهاويه وصافي وبالنسبه لشكون اللي واكل العصا راه هو المواطن فعلا المواطن انتم بحكم انكم انتم تبيعوا وراه حنا دابا كتبيع راه كتبيع مالف كتجي تبيع واحد 200 كيلو 300 كيلو 150 كيلو دابا راه كتجيب 100 كيلو والله ما تكملها جاي جبرا ما كتجيب 100 كيلو ما تكملها قال لك يعني كنت تدي كيلو ولا تدي نص كيلو ربعه اي فعلا راه اللي كان كيدي جوج تير راه مابقاش كيديهم كان كيدي جوج تير في ثلاث ايام اربع ايام ولا كيدي تير واحد في السيمانه وانت دابا شحال واقف حدايا كاين شي كليان ضروب كاين شي هد ها هو السوق خاوي كيصفر وراه هكا وباقي دابا الصباح راه كيبان لك شويه راه تفوت 12 والله لا باقي دخل شي واحد للسوق ما كيديروا الناس كاع بالنقص ما بابا والو واللي كان يقدر راه ثلاث ايام واحد ثلاث ايام هذه قلت لك ولا شحال راه السوق تشطب مراكش سبحان الله العظيم خرج للشارع كتلقى كاينش يصفر ما كاينش بنادم الناس بغات تشرب هي الماء وبغات تعيش باش ما عطل الله حتى الغلا هذا راه اثر على الناس يعني ولاو الناس بيسلكوا باش وا باش ما عطل ياكل هو ياكل هو ويشري هذا ويبدا يتكمش حتى قال لك الصاد هذا بغيتي نتبر هو بغيتي نتبر بغيتي يشري هذا وبغيتي صافي بغيتي نشري هذا قال لي يا الله كاع ما بغيتش والو وبغيتي واحد الخبيز وكذا وكذا ويدوز المسائل وميه بارده وهو مغدي كيقول لك بخير وعلى ما بغيت لا دجاج لا لا ولا فعلا راه اللي كون اللي كنت تعطوا الناس ثاني نعم زي هذا الدجاج اكثر من الرخيص راه يفوت 30 درهم يفوت 30 درهم اللي كون كان الطلب اللي كون كان الطلب الدجاج غادي يفوت 30 درهم فعلا ولكن حنا الحمد لله ولي ديروا الناس كاع مقاطعه على هادشي باش يرجع واحد 18 درهم ولا لان هادشي راه ماشي عادي راه معنا حنا فيه لا ربح لا والو هادشي تا هو اثر على العراسات 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 راه كلشي غلا عليهم واش بغيت يدير العراسات واش العراسه الحسبه و ماشي الحسبه راه فات الحسبه اللي انا مزيان لانه هو يشوف الدجاج اللحم الخضره الديسير هادي هادي راه اي حاجه مشى بقى كتكوي راه ما يمكنش يقدر ياكلوا ما يقولوا و الى انت الله يهديك ودوز لي لعده وتقادر واحد 5 مليون 6 مليون وبدات تحرفها منين رد لعباد الله المشكله حتى العراسه اللي راه 5 مليون 600 كيدوزوا هي كريدي كيهز من دمو اللحم يهز من دمو الدجاج يهز من عند هادي حتى كيدوز لك البراكه وكيقول لك نرد للناس ديالو واش هو النهار الاول الكريدي عنده في العسل ما يدير بالنقص هو كاع من الزواج هذا ولا تخلاو الناس ما تلاقوا يتزوجوا ما تلاقوا بكره واش بالك باقي شي حاجه شي زواج ولو تمشيو عند العدد وا كاين ما بقى حتى داك الشيء ما بقى لان الناس خلعوهم بهادي وبهادي وهادي ما تلاقوا هذيك الشباب كاع بغى يتزوج بغى يبقى ديال راسه كيشوف هو راسه 2000 درهم 3000 درهم ما كافياش
كتكون عنده خدام بواحد 3000 درهم ولا 4000 درهم، و 3000 درهم ما كافيه كاع وما كتكفيش هو في الشرب بوحدو، هي بوحدو ما كتكفيش الشرب، يزيد حتى الجواج حتى تكون صعيب بنت الناس. اللهم كيقول لك خليني ندير راسي ونبقى نريح راسي وما نعذب راسي ما نعذب بنات الناس، اللهم نبقى. ما شاء الله. الساحة شنو وصلت للاستقرار ديال الثمن؟ اخويا الاستقرار ديال الثمن تقريبا شي 15 يوم باش و 15 يوم باقي غادي يتزاد في هذه الايام هذه، لان كي قلت لك الساعه الثمن الكره حابسين الشهر دابا، حابسين الشهر واش الفلوس الله كيسوي بصح وراه قلت لك العام الزي واش الفلوس بغا يشرب 9 درهم و 70 10 درهم بغا يسبع واش بغيصل لكم؟ راه ملي تشرب الفلوس ب 10 درهم راه باقي فيه ربح. ديك الساعة ملي كتجي عندي راه كتلقى عندك الكوكلي الصغير كتلقى عندي ديما، وفينا هو دابا راه ما كاينش. تبارك الله. لأن علاش؟ دابا هذاك الكوكلي راه كان بيعنا عامزتي حنايا ب 14 درهم 15 درهم، بشحال كنشريو؟ كنشريو ب 11 درهم ونص 12 درهم. بشحال كيجيبوا ذاك اللي كيجيبوا من الكوكلي؟ كيجيبوا ب 10 درهم، وكيبوا ب 11 ونص 12 درهم كيدي فيه واحد الجريمات ديالو. ها هو ما كاينش علاش؟ الفلوس غلا. الفلوس ب 6 درهم و 70 10 درهم. شحال بغيتي عليهم لي بوست الكوكلي كيدير 17 يوم 18 يوم حتى 20 يوم، شحال بغيتي كلو ديال السيكالين؟ كلو هي كيلو ودير ليه الفاكسان ديالو، راه بغيتي علينا ب 15 درهم ولا 14 درهم، شحال بغيتي يبيعوا؟ إلا كنت جبت أنا الكوكلي غادي نبيع ب 22 درهم ولا 23، شحال فيه؟ فيه نص كيلو 400 غرام، غادي يزيد كثر من الدجاج هو طايح بغا يولي طايح، بغا يولي طايح بكذا 40 درهم للكيلو، جوج بياسات بغا يكونوا في الكيلو. جوج بياسات بغا يكونوا في الكيلو، يعني بغيت لك 44 درهم ولا 45 درهم. هادشي باش كنقول لك ما مسلك اجا باش كنقول لك البوست ملي غلا راه فات المعدل ما بقى باقي ديال 10 الدجاج كله هو تقريبا. راه الدجاج حنا قسم لك بالله الا طلعنا في الراس هاد الايامات هادي صافي. طلعنا الملل منه. وما كاين بيع وشراء والناس مكرفصين والناس كتجيك ما عندها شيء ولا لا الله محمد رسول الله. يعني ويقسم تساعدوا مع اللي. وراه كتزيد حتى بالكريديات وتزيد بكذا حتى اللي ما عندوش راه كتعطي. راه كيت خدام عندك ملي كيوقع لك راه كتعطيه بالزمن. ما شاء الله. وغادي تصبر انت براسك حتى تشوف هذا الشيء كيف يبغي يرجع. الله يزيدك انت ويدي خير الساحات، واش اذا نتمنى احنا دائما مشكور انك دائما كما تنقولوا صدر الرحب، يعني تشرح للمغاربه كل هما هذا هو اللي خصو يعني المسؤولين ينتبهوا ليه، لانه احنا تندوي على القاعده تندوي على راه احنا كنا قاعدين على هذا الشيء، راه من الاول كنا هذا الشيء كانت ليه واحد الاستراتيجيه، راه ما غاديش هذا الشيء يوصل لهذا الشيء هذا. هذا كل حكومه راه مزيان وجدات الجدون قدنوا داكشي لعباد الله شحال بغا يدخل ديال الفلوس ويدخل السيكال شويه تعاونوا به وكذا، كي داروا دعم في الاعلاف ديال البين يديروا دعم في الاعلاف ديال الدواجن حتى هو يكون فيه دعم باش يكون واحد شويه يوجد دجاج للناس، لان الناس مسكره ولاو كياكلوا غير الدجاج، راه الدجاج والحوت حتى الحوت راه كياكلوا فيه السردي، راه ملي غلا السردي حتى راه ما تلاقوا ياكلوش. تا واحد راه وصل 20 درهم. راه ملي وصل 20 درهم اش بغيت تاكل انت في هذا الكيلو السردي؟ كيلو السردي عطيه انا لجوج دراري ياكلوه. اللهم ويدي الدجاج حتى بدا ب 60 درهم ولا 70 درهم. واش فهمتي راه كيما دار الحلم مسكين. كيولي اللي مشى عند الدجاج كيقول له عطيني واحد الرابع الدجاج. واش الرابع بغا يدير للانسان اش بغا يدير له؟ ضرب على ما كافيه لا هاك ولا هاك. بغيت على الخضره تاهي راه غلات. وز على هذه راه ما كاين كيف يدير الانسان هذه المسائل هذه. راه الانسان قلت لك غادي صابر وغادي وصافي، راه ما عنده ما يدير الانسان، راه الانسان صابر وغادي، وحنا غاديين معاهم حتى حنا صابرين ولا لا اللهم محمد رسول الله. الله يحفظك الدرس ان شاء الله، الله يكرمك. نهار كبير نهار سعيد الله يطول عمرك. اذا كما تابعتوا معنا حنا كنا مع السي حسن الرامي كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان، يعني كما تشوفوا الحمد لله كان فعلا كان استقرار في الثمن اللي ما بين 25 26 درهم الكيلو، ولكن يقدر يكون زياده كما تيقول السي حسن في الاثمنه هذه الايام المقبله، يعني وقارن يعني ما بين الثمانينات وحنا في 2024، يعني رغم انه كان يعني المغرب داز من سنوات ديال الجفاف صعيبه وصعيبه، يعني ولكن كان الاستقرار كانت الوفره كانت الجوده كان يعني كل شيء متوفر، فالاحوال تبدلت والان تنشوف بانه المواطن بين نارين، يعني ما تعرفش شنو غدا اليوم ما تيشوف بانه الدجاج وصل 25 غدا يصبح 30، يعني كل مره زياده في الثمن، وبالتالي هادشي تاثر على القدره الشرائيه ديال المواطن. هذا هو حال المغاربه هذه الايام مع الزيادات ومع ارتفاع الاسعار. ما بقاش نشكركم، شكرا لكم، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوفتي.